يسعد صباحكم عن جديد متابعي طقس العرب وبرنامج جوك، واكيد هلا وصلنا لفقرتنا الثانيه مع زميلنا اسامه الطريفي مدير العمليات بطقس العرب، رح يحكي لنا اكثر عن الحاله الجويه لهذا اليوم. يسعد صباحك اسامه. اهلا، صباح الخير سالي. كيفك؟ والله تمام، انتو كيفكم؟ ويعطيك الف عافيه، احنا الحمد لله منيح. يعني اسامه، عرفنا اكيد من النشرات الجويه بطقس العرب انه في هيك انخفاض بسيط على درجات الحراره اليوم وبكون حول المعدلات. احكي لنا اكثر عن درجات الحراره والحاله الجويه السائده لهذا اليوم. أكيد، يعني كان مرة بدي أصبح بالخير عليك سالي وعلى جميع اللي عم بيحضرون تابعونا حاليا. يعني يوم الثلاثاء، يوم الأمس، كانت الحرارة أعلى شيء طوال الأسبوع الحالي. الأسبوع الحالي بشكل عام أسبوع بارد يعني معظم فتراته، بس اليوم الثلاثاء كانت حرارة أعلى شيء، مش برضو هالحر الشديد، كان يعني جو اعتيادي بالنهار، لكن بالليل كان بارد. يمكن شفنا الليل الماضي واليوم الصبح في شوية غيوم بالسماء، رطوبة زادت في الأجواء، أجواء رطبة اليوم عكس الأيام الماضية كانت مش مثل اليوم، لا أجواء رطبة. في عنا طبعا كميات من السحب بتغطي سماء المملكة. في صراحة اليوم يعني فرصة محدودة يعني يجب أن نذكرها اللي هو هطول بعض الأمطار، لكن يعني بشكل عام الاحتمال كثير ضعيف وكثير محدود. وأيضا في زي ما ذكرت سالي انخفاض على درجات الحرارة مقارنة مع يوم الثلاثاء. هلا الخميس والجمعة في عنا كتلة هوائية باردة رح توصل للمملكة، في عنا انخفاض واضح على درجات الحراره، الاجواء راح تصير اكثر بروده سواء خلال ساعات النهار او حتى خلال ساعات المساء والليل. راح يزداد عندنا ان شاء الله فرص تساقط زخات من الامطار خاصه يوم الجمعه. في ايضا فرصه محدوده ثانيه يوم الخميس، بشكل عام في فرص محدوده اليوم بكره، لكن فرصه الاوضح للامطار راح تكون يوم الجمعه. ايضا الاجواء الاكثر بروده راح تكون يوم الجمعه. الحراره بالنهار يوم الجمعه راح تكون حوالي 10 الى 11 درجه مئويه فقط. اجواء يعني اكيد مش بوقتها، خاصة انها رح تكون بداية نيسان يوم الجمعة، وهي يعني مش كذبة نيسان، هاي بالعكس بنحكي جد قاعدين احنا هلا انه في عندنا كتلة هوائية باردة وانخفاض في درجات الحرارة. وزي ما حكيت يعني في فرصة لهطول بعض الامطار الجمعة، اوضح رح تكون يوم الجمعة من اليوم ويوم الخميس. على صعيد اخر سالي، في عندنا بشكل مستمر نشاط للرياح رح تكون سواء اليوم او خلال الثلاث ايام القادمة. يعني ما بنقدرش نحكي انه يوم الجمعه في منخفض، في كثير ناس بس يسمعوا انه في زخات امطار او في كتله هوائيه بقول لك في منخفض، طب ليش ما صنفته؟ هو بنوضح للمتابعين، هو منخفض ولا هي بس كتله هوائيه بارده رح تكون ممكن عابر عبور على سماء المملكه؟ نعم، يعني هطول الامطار حقيقه سالي مرتبط بعده امور. في عنا تهطل الامطار عن طريق منخفضات جويه، مرات بتهطل عن طريق امتداد لمنخفض جوي، مرات عن طريق تيارات هوائيه غربيه رطبه، مرات عن طريق عدم استقرار جوي. احنا بطقس العرب بنصنف المنخفضات الجويه، فبالتالي اذا ما كان في تصنيف الحالي يوم الجمعه او لاي حاله بشكل عام تمرق مع المواطنين ما في لها تصنيف، بتكون بالعاده هي مش منخفض جوي، بتكون واحده من الخيارات الثانيه، سواء عدم استقرار جوي او امتداد منخفض جوي او حتى تيارات غربيه رطبه. فيوم الجمعه حتى الان احنا صنفناها انه راح تخطو الامطار، ما في تصنيف لمنخفض حتى الان، لانه هي كتله هوائيه بارده بالدرجه الاولى، ممكن يكون معها بعض الزخات المطريه زي ما حكيت. لكن بشكل عام احنا بالفتره القادمه راح ينشط اكثر بهاي الاوقات من ما يسمى بالاحوال الجويه الغير مستقره او عدم الاستقرار الجوي. هلا بتصير فرص المنخفضات الجويه ضعيفه لكنها غير معدومه، يعني بكون فينا فرصه مرات تيجي منخفضات جويه نادره بشهر 4 وحتى بشهر 5. يعني السنه الماضيه بفتره عيد الفطر او ايام عيد الفطر كانت تقريبا بنهايات شهر 5 كان في عنا منخفض جوي ماطر، هذا بكون وقته غير يعني معتاد، لكن بهالفترات بالعاده بنشط ما يسمى الاحوال الجويه الغير مستقره او حاله عدم الاستقرار الجوي. يعني خلينا نحكي يوم الجمعه هي حاله عدم الاستقرار الجوي مؤقتا، صح؟ يعني هي مش حاله استقرار جوي، هي صراحه اقرب الى نمط امتداد منخفض جوي او تيارات غربيه رطبه مع كتله هوائيه بارده. هذا المصطلح الاوضح. بالعاده المنخفضات الجويه اللي بنصنفها من 1 لـ 5 بتكون نظام جوي متكامل، عدة أيام رياح قوية أمطار، طبعا حسب شدة كل وحدة بنعطي تصنيف من 1 لـ 5. هلا حاليا لسه صراحة ما اعتمدنا بطقس العرب، يعني قسم التنبؤات ما اعتمد بطقس العرب هل هو منخفض أو امتداد منخفض جوي، لسه رح نعطي التفاصيل أكثر تباعا سواء اليوم أو حتى خلال صباح يوم الخميس. بس بدي أعطي معلومة، اليوم الناس كثير على فكرة هيك إنه ببعتوا إنه ليش الدنيا برد، ليش الدنيا برد، و ونوعا ما منزعجين من موضوع البروده في الاجواء، لانه يعني خلص بهالفتره متعودين يصير في شويه دفى،
نعطي معلومة إنه الأسبوع الجاي بنتظرنا أسبوع دافي، فاللي منزعج من هالأربع خمس أيام القادمة البرد، لا باعتباره من يوم الأحد القادم وطوال الأسبوع الجاي في عندنا أيام دافية وأيام حارة، حتى في بداية أيام راح نشم ريحة الصيف الأسبوع الجاي، فهاي لعشاق الصيف اللي بيستنى الأجواء الدافئة. إن شاء الله الأسبوع الجاي في عندنا دفى وارتفاع كبير على درجات الحرارة. يعني تحس العرب ما خصه بانه البرد مش برد، هاي بيقدر من العالمين، احنا ما دفعنا. أكيد. يعني استاذ اليوم الاجواء اقرب الى 40 مع انه في انخفاض على درجات الحراره، طب بس هي تضل حول معدلاتها، يعني اجواء برد مش رح تكون برد كثير، بس احنا مش طالعين من البيوت. مزبوط؟ والله شوفي، أنا صراحة طلعت الصبح، أنا طلعت الصبح مشيت اليوم الساعة 6، تجمدت صراحة برد كثير كان، بس بس هلا لا بالليل، بالليل يعني بالليل مع ساعات المساء والصبح بتكون الأجواء كثير باردة. بالنهار نقدر نحكي عنها بالنهار ربيعية، ربيعية معتدلة إلى لطيفة، لكن الأيام الجاية ممكن تصير بالنهار حتى فيها شوية برد خاصة يوم الخميس والجمعة، لكن بالليل لا، بالليل طوال الليالي هي أجواء باردة حتى يوم السبت القادم. بعد يوم السبت اللي هو بدءا من يوم الاحد راح تتغير النظام الجوي، بالعكس راح يصير لنا الاجواء دافئه وحاره في بعض الايام، لكن نرجع نحكي مش معناها خلاص بلشنا بالصيف لو صار في دفى الاسبوع الجاي، لسه راح يضل في تقلبات كبيره على الاجواء خلال الايام القادمه. وبدنا نحكي لجميع المتابعين انه النشره الجويه الشهريه اللي هي توقعات شهر 4 وشهر رمضان المبارك ان شاء الله راح تكون جاهزه يعني بهالفتره الجاي، عشان نطلعكم على اخر توقعات الطقس بالفتره القادمه. إن شاء الله أسامة الطريفي مدير العمليات الطقس العرب، بشكرك كثير لوجودك معنا ويسعد صباحك. شكرا لك، يسعد صباحك. شكرا متابعينا، خليكم معنا، رح تفصل اللايف، يطلع بلايف جديد، رح تكون معنا إيمان البطال أخصائية أنشطة الأطفال بعد